والله رأيي إنه كشف هذا حقيقة الأجهزة الأمنية في الضفة، وبدل دلالة قاطعة على إنه غيرهم جديرين في قيادة الشعب الفلسطيني. هذولا اللي هو طبعا مش لصالح الشعب الفلسطيني وأساءوا للشعب الفلسطيني، وإحنا بنقول بالنسبة لقناة الجزيرة إنها ما تعرضش الوثائق هذه، لأنه هذه الوثائق بتسيء للشعب الفلسطيني. هي هذه أشياء صارت من زمان يعني، وكانت غلط، ويمكن صح إنه اللي نشروا يعني، أنا مش شايفة مش ضد. الواحد بحس بخزي وعار إنه إذا أولاد بلده كانوا بيعملوا فيه هيك، فما بالك في الغرب. مصدر مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية صرح بأنه لا يوجد تنسيق أمني، ولكن هناك اتفاقيات، اتفاق أوسلو. اتفاق أوسلو بيقضي أنه في هناك تعاون أمني أو تعاون اقتصادي أو تعاون اجتماعي على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما صرح به أكثر مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية. طبعا أنا بستنكرها، زي ما بأكد أن أنا بستنكر هذه الأعمال، واحنا بقول يعني هذول لا مثل الشعب الفلسطيني باي يعني اي صله، واحنا بنستنكرهم، بنستنكر وجودهم يعني.